بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ده هنبدأ إن احنا نتكلم على الـ Errors and the Exceptions وإزاي تهندل الـ Errors والـ Exceptions بتاعتك. دلوقتي كده يعني في أغلب الـ Errors اللي بتظهر لك ممكن تلاقي مثلا كلمة Unquote Error أو Unquote Exception. ده اللي هو إيه؟ تعالى مثلا نعمل أي Error كده يعني مثلا نقول فرضا على this، يعني ده Error هيقولك إن أنت تستخدمها when not in object context. فلو بصينا دلوقتي بيقول لك ايه انكوت ايرور. يعني ايه بقى انكوت ايرور دي؟ هو الايرور اصلا بيحصل ازاي؟ الايرور بيحصل ان انت في حاجه اسمها ثرو، الايرور ده بيترمي من الكومبايلر نفسه، ده اللي هو طبعا بيلت ان ايرور، يعني حاجه مثلا زي ان انا بستخدم ذس والنوت ان اوبجكت كونتكست، حاجه بتترمي من الكومبايلر نفسه، هو بيرمي لك الايرور ده، ممكن انت تهندله بطريقه ما، يعني بدل مثلا ما يحصل ان انت عندك انكوت ايرور دلوقتي والريسبونس ستاتس تطلع انها 500 اللي هو خلاص بريك داون كده، لا ممكن انت تعمل ايه؟ ممكن انت تتست الكود ده، تقول له مثلا try some block of code. البلوك اوف كود ده اللي هو ايه؟ var dump على this. طيب هيحصل هنا اي ايرور بيتعمل له ثرو او اكسبشن، هنشوف الفرق بينهم، تبدا ان انت تكاتش الايرور ده. فممكن تكاتش الايرور ده تقول له مثلا as e، يعني بليس هولدر للايرور ده ايه. دلوقتي مثلا ممكن تعمل var dump على الاي اللي معاك دي. الكاتش هنا هيقول لك في دلوقتي ايرور لازم unexpected e expecting identifier or name space، يعني انت محتاج دلوقتي ايه؟ ايرور او اكسبشن، تقول له انت بتكاتش اني نوع. فدلوقتي انا بكاتش على الايرور دلوقتي، بقى بص لا الموضوع ما بقاش 500، بقت 200. اوكي اللي الستاتس تمام، بس دلوقتي انت بتهندل الايرور على الويب سايت. فدلوقتي الايرور ايه؟ اوبجكت من كلاس اسمه ايرور، يعني هو اصلا بي اتش بي باي ديفولت بتسبورت كلاس اسمه ايرور. في دلوقتي بروتكتد مسج اللي هي يوزنج ذس ونوت ان اوبجكت كونتكست. فانت دلوقتي بتهندل الايرورز بدل ما الويب سايت يكراش اللي هو 500 انترنال ايرور، لا 200 الستاتس اوكي تقدر تحصل، بس بتهندل الايرور ده على السيرفر بتاعك انت. فانت دلوقتي بقى ممكن تقول له مثلا اي جيت مسج، او في ميثود تقريبا اسمها كده جيت مسج حاجه زي كده، هي موجوده بترجع لك المسج دي تقول لك يوزنج ذس ويل نوت ان اوبجكت كونتكست. طب انت اكيد مش تعمل كده مع الايرورز نفسها اللي هي بالمنظر ده اللي هي البلت ان ايرورز، لا انت بتعمل ايه؟ بتبدا ان انت تعمل كاستم ايرورز لنفسك. فده اللي احنا جايين نشوفه. احنا دلوقتي ممكن نقول مثلا انا عندي ايرور، او عندي مثلا فولدر كامل جوه الاب، عندي فولدر اسمه اكسبشنز، وجواه ممكن اعمل مثلا payment gateway exception dot php. هي ايه الفرق بين الاكسبشنز وبين الايرورز؟ الاكسبشنز دي اللي انت يعني كنت بتكسبكت حاجه معينه لقيتها مش موجوده. كل الحاجات دي باس اكسبت حاجه معينه، فده الاكسبشن اللي هو في استثناء هنا حصل، انما الايرور لا ده فيتال ايرور، يعني خلاص ايرور حصل. طيب دلوقتي هنجنريت النيم سبيس وتقول له كلاس بيمنت جيت واي اكسبشن. دلوقتي مثلا نفترض ان انت عندك كلاس اليوزر بتاعك ده، عندك مثلا ميثود اسمها تشيك اوت، وبتاخد بيمنت جيت واي. بيمنت جيت واي، البيمنت جيت واي ده اللي هو ايه؟ هيكون يعني طرق من انواع البيمنتس اللي انت بتعملها. فتقول له بيمنت جيت واي، وبتعمل لها ستور مثلا في البيمنت او في الجيت واي عموما، يعني ايا كانت هي، ممكن تبقى سترايب، ممكن تبقى باي بال، ممكن تبقى اي حاجه. ممكن نقول له مثلا فولدر اسمه بيمنت جوه، وده هيبقى جواه بيمنت جيت واي دوت بي اتش بي، ده هيبقى انترفيس مثلا بيمنت جيت واي، وجواه فانكشن، الفانكشن دي مثلا اسمها بابليك فانكشن تشيك اوت مثلا او بروسيد لو انت بتبروسيد في البيمنت بتاعتك دي، وممكن مثلا تاخد اي بارامتر ممكن تسيبها فاضيه، يعني هنسيبها فاضيه عشان مش عايزين ناد مور كومبلكستي. هت امبلمنت الكلاس ده يوز بيمنت جيت واي. دلوقتي ممكن تعمل فار دامب على الجيت واي دي، هتقول له مثلا عندك بروتكتد جيت وايز، الجيت وايز اللي عندك مثلا باي بال و مثلا سترايب، الكريدت كارد مثلا مش اكسبتبل بالنسبه لي. فتقول له مثلا اف ان لو الـ in array الـ needle بتاعتك اللي هي الـ gateway اللي انت بتستقبلها دي، الـ gateway والـ haystack اللي احنا بنشتغل بيها، لا هي هنا الـ haystack هتبقى الـ gateways اللي عندك او face of الـ gateways، ودي بدل ما هتبقى gateway كده لا هتبقى اسمها مثلا get اللي احنا بنجيب الـ current gateway اللي عندي، وفي الاخر هتقول له مثلا var dump على true مثلا اللي هو او post. طيب غير كده بقى هتعمل throw new exception. هي دي الفكره من الموضوع كله يعني عموما. الثرو نيو اكسبشن بقى ايه؟ يعني انت دلوقتي تقدر ان انت تفتعل ايرور، تقدر ان انت تثرو نيو ايرور. واحنا كنا بنشوف دلوقتي ان انت الكومبايلر لو لا جبنا هنا بيقول لك انكوت ايرور،
هو انكود ايرور ده يعني ايرور اتعمل له ثرو اصلا من الكومبايلر نفسه. انت تقدر ان انت تفتعل الايرور ده او انت تعمل الايرور ده بنفسك تثرو انت الايرور. فدلوقتي انت تقدر تثرو نيو اكسبشن. طبعا يعني لما بتبقى جوه نيم سبيس لازم تستخدم الفورورد سلاش سوري باك سلاش، اما تستخدم الفولي كواليفايد نيم سبيس فهتوز اكسبشن ملهاش لازمه يعني. فتقول له ثرو نيو اكسبشن. هنا ممكن تقول له المسج ايه هي، مثلا ان سبورتد بيمنت ميثود او بيمنت جيت واي مثلا. وخلينا نكريت هنا اي كلاس مثلا ينهرت الكلاس ده جوه البيمنت، نقول له مثلا سترايب بيمنت جيت واي بي اتش بي مثلا. هنجنريت النيم سبيس ونعمل كلاس سترايب بيمنت جيت واي، ده بي امبلمنتس البيمنت جيت واي، دي امبلمنتس مش الكلمه الغريبه دي امبلمنتس. طيب دلوقتي كده احنا عايزين امبلمنت الميثود اللي كان اسمها بروسيد تقريبا، فهتعمل ميثود اسمها بروسيد ودي مثلا بتريتيرن فولس مثلا اي حاجه. المهم بس هنعمل ميثود هنا اسمها جيت، ودي بتعمل ريتيرن ب ذس اوف الايه الجيت واي. وهنا طبعا دي هتبقى ليها بروتكتد جيت واي اللي هي سترينج اسمها مثلا سترايب، هتبقى ايكوفالنت اللي هنا دي وخلاص. وهنا هنيوز ده بس نشيل دي، نيوز النيم سبيس الجديد بتاعه اللي هو ده. طيب تعالى بقى نتست الكود ده، يعني هنعرف دلوقتي احنا البيمنت جيت واي اكسبشن ده هنعمل بيه ايه دلوقتي. بس خلينا نتست الموضوع ده بالمنظر ده كده. انت هتقول له ايه دلوقتي مثلا انكلود وانس او ريكوير وانس على الفايل بتاع الاوتو لود نفسه اللي هو الفيندور الاوتو لود. وهنقول له اليوزر دلوقتي بيساوي نيو يوزر، نيو يوزر بيت امبورت الانترفيس النيم سبيس. ممكن دلوقتي مثلا تقول له يوزر تشيك اوت محتاجه ايه، محتاجه انستنس بحاجه من امبلمنت الجيت واي. فتقول له مثلا الجيت واي بتاعتك هي نيو سترايب جيت واي وتدي له الانستنس ده هنا جيت واي. حلو قوي. هتلاقي دلوقتي ان هو بيقول لك باست، يعني هو في طبعا هنا انترنال ايرور. الانترنال ايرور ده بايه؟ بسبب الانكود اكسبشن اللي موجود. فاحنا اصلا يعني كنا المفروض نحط else هنا بالشكل ده، ده هيحل المشكله يعني. دلوقتي بقى ان مثلا الميثود اللي جايه دي ايه ميثود مش سبورت. لو عملت مثلا كريدت كارد كريدت كارد مثلا بيمنت جيت واي، تمام خدت النيم ده كده وعملت بيه كلاس جديد جوه البيمنت دوت بي اتش بي وعملت جنريت ليه كده وسميت الكلاس ده بالمنظر ده كده، وفي بروتكتد جيت واي هي بتساوي كريدت كارد مثلا في بابليك فانكشن بروسيد ودي بتعمل مثلا ريتيرن ترو. وهن implement الانترفيس بتاعه هنا نقول له implement payment gateway، وفي الاخر هنعمل الميثود اللي هي اسمها get دي، دي بتعمل return this of ال gateway. تمام دلوقتي ال expected output ايه بقى؟ يعني بس هن use the namespace ده. ال expected output ايه؟ internal error. ليه؟ لانه unsupported payment gateway. فهنا بقى الموضوع يبدا ان هو يكون logical نوعا ما، ان انا دي سبورتد يعني دي مش سبورتد جيت واي عندي، انا مش بدعم البيمنت عن طريق الكريدت كارد، انا بس عندي سترايب والباي بال دول اللي انا بسبورت البيمنت بتاعته. فالاكسبشن اللي هيترمي هنا ايه؟ هيبقى اكسبشن عادي اللي هو ثرو نيو اكسبشن العادي بتاعنا، ولا انا ممكن اعمل كاستم اكسبشن؟ طيب الموضوع منطقي ان انا اعمل كاستم اكسبشن، يعني احنا دلوقتي فهمنا الايرور هاندلنج ماشي ازاي. هتقدر انت تيجي بقى هنا تقول له والله دلوقتي تراي، يعني لو الماوس بس يجي معايا تراي ان انت تعمل تشيك اوت كاتش على اكسبشن اكسبشن واي، تبدا تعمل فاردم على الاكسبشن ده. دلوقتي انت هندلت الموضوع ومعاك انستنس من الاكسبشن ده، جميل. بس هل منطقي ان انا اعمل ثرو الاكسبشن ولا اعمل كاستم اكسبشن للموضوع؟ والله منطقي ان انا اعمل كاستم اكسبشن للموضوع. فدلوقتي انا عندي اوريدي الكاستم اكسبشن ده اللي هو البيمنت جيت واي اكسبشن ده، بقى اقدر ان انا اكستند البيز اكسبشن بتاعي. ودلوقتي انا عندي كل فانكشناليتيز، ممكن ان انا بدل ما اثرو هنا اكسبشن عادي، لا انا هثرو بيمنت جيت واي اكسبشن، بيمنت جيت واي اكسبشن بالمنظر ده. الاكسبشن اختلف دلوقتي بقى ايه؟ بقى اب اكسبشنز بيمنت جيت واي اكسبشن، والسترنج نفس كل حاجه المسج اللي هي انسبورتد بيمنت جيت واي. فالموضوع دلوقتي بقى لا، يعني انا عارف انا البيمنت جيت واي ده بتاعي او سوري الاكسبشن نفسه بقى هو كاستم اكسبشن. فدي كل حاجه عن الايرورز والاكسبشنز. تقدر طبعا ان انت تعمل نيو ايرور مثلا، لو قلت هنا عندي اب قلت لك ايرورز جواه مثلا سيرفر انترنال ايرور مثلا انترنال ايرور دوت بي اتش بي
فانت تقدر ان انت جنريت نيم سبيس وتقول له سيرفر انترنال ايرور، ده بي اكستندز الايرور العادي، ومثلا بدل ما تثرو هنا في اس زياده هنا ودي اب ايرور تمام، بدل مثلا ما تثرو ده تقول له لا انا هثرو سيرفر انترنال ايرور، هتلاقي دلوقتي الموضوع اختلف، يعني انت بدل ما تكاتش اكسبشن بقى هنا هتكاتش ايرور. طيب هتلاقي برضو ان الموضوع فاليد، انت ممكن بقى طبعا تكاتش على سيرفر انترنال ايرور بنفسه انترنال ايرور بالشكل ده، هتلاقي هي بس زي ما انت فاهم يعني هي بتاكسبت اي حاجه تكون انستنس من الايرور نفسه. الموضوع دلوقتي اختلف، بيقول لك لا ده اوبجكت من السيرفر انترنال ايرور، فانت تقدر ان انت تعمل كاستم ايرور، تقدر تعمل كاستم اكسبشن، تثرو ان انت الاكسبشن بتاعك تثرو ايرور اللي انت عايزه. طيب از ان بي اتش بي 8 بقى يعني في ابديت سلايت ابديت، بس ان انت دلوقتي ممكن ما تحتاجش ان انت تحط الهولدر ده، يعني انت دلوقتي بتاخد انستنس من الايرور ده وبتعمل له هولد جوه اي فاريبل مثلا اكسبشن او ايرور او اي حاجه. از ان بي اتش بي 8 لا، انت ممكن بس تكاتش على الايرور وتبدا ان انت تعمل امبلمنتيشن عادي هنا. يعني هو تحس ان هو ابديت غبي شويه، يعني انت دلوقتي ما انا هكاتش على الايرور لو محتاج منه اي حاجه مثلا هحتاج ان انا استور فيه فاليو، فانت ممكن مثلا تقول له ايكو على طول بدل ما تستور مسج تقول له ايكو مثلا يو ار نوت بيرميتد تو اد مثلا، او مثلا هنا ميثود اوف بيمنت نوت سبورتد يت مثلا. ده ام بي اتش بي تقدر تعمله. وهنا هنا بقى كاتش على الايرور ده كان ايه، كان عندنا هنا بدل سيرفر انترنال ايرور لا احنا هنسبورت الايرور الثاني اللي هو البيمنت جيت واي اكسبشن، هنعمل ثرو بالاكسبشن ده، وهنا بقى مش هنكسبت غير البيمنت جيت واي اكسبشن ده ونيوز على النيم سبيس بتاعه كلاس اوريدي امبورتد. طيب طبعا ده في بي اتش بي 7 هيدينا ايرور، فهنتشنج للسيرفر نقول له بي اتش بي 8 نفتح السيرفر على ده. دلوقتي هتلاقي الموضوع اختلف، يعني احنا طبعا نقدر نشيل بقى المسج من هنا على طول، بدل دي نشيلها كده خالص، ودلوقتي خلاص هو الاكسبشن بنهندله وبنايكو المسج هنا. يعني احنا ممكن نعمل كاتش على حاجه زي كده، ممكن طبعا ان انت تستور جوه اكسبشن وبعد كده هتقول له مثلا ايكو مثلا لو الاكسبشن مثلا اوف جيت المسج else هتايكو حاجه تانية اللي هي دي، فلو هو ليه مسج هيعمل ايكو بالمسج دي، ملوش مسج هو هيايكو بالمسج اللي انت عامل لها باي ديفولت، يعني حاجه زي كده. لحد هنا يبقى احنا كده اتكلمنا عن اغلب البوينتس اللي انت ممكن تحتاجها في الاكسبشنز. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نتكلم على الاوبجكت ريليشن شيبس، بيبقى فيه ريليشن شيب ما بين كل اوبجكت والتاني، حاجات زي الاسوسيشن، حاجات زي الاجريجيشن، ريليشن شيب مثلا زي الاسوسيشن، البيك تايبس اوف ريليشن شيبس، السترونج تايبس. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديوهات دي اول ما تعملها ابلود. هتلاقي في الديسكريبشن السوشيال لينكس بتاعتنا لو انت حابب تعمل لنا فولو، برضه هتلاقي الكورس بتاع بي اتش بي 8 نيو فيتشرز، يعني ريكومند جدا ان انت تشوفه. هو ده دلوقتي بريبيرد ان انت تشوف، يعني انت خدت كل الحاجات اللي انت محتاجها في الاو بي، فهتقدر ان انت تتابع الابديتس اللي جت جديده في الاو بي والابديتس اللي جت في البروسيدر بي اتش بي للسنتكس العاديه. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده، شكرا والسلام عليكم.